السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن فنان مميز ولقبوه في السينما المصرية بفتى الشاشة الوسيم، هو الفنان يوسف فخر الدين، وهنركز أكتر حول المأساة اللي عاشها في حياته وبسببها هاجر من مصر وراح اليونان وعاش حياته كلها في اليونان، واشتغل جرسون واشتغل موظف استقبال في أحد الفنادق واشتغل كمان بائع إكسسوارات في اليونان لحد ما بالصدفة جاب الواحدة وبقى من أشهر رجال الأعمال في اليونان. النهاردة هنتكلم عن قصته وحكايته من بدايته لنهايته، بس كل المطلوب منكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم مني كل ما هو جديد. ويلا بينا نبدأ قصتنا ونحكي حكايتنا. يوسف محمد فخر الدين اتولد 15 يناير سنة 1935 في حي مصر الجديدة من أم مجرية وأب مصري، وفي سنة 1955 تم دراسته الثانوية ولكن ما كملش بعدها المرحلة الجامعية، قعد سنة وبعد السنة كمل دراسته الجامعية، وبعد ما اتخرج من الجامعة ساهمت في دخوله السينما الفنانة مريم فخر الدين أخته الكبيرة، ودخل السينما من الباب الواسع وكان نجم مميز وفتى مميز وكل المنتجين والمخرجين كانوا بيتهافتوا عليه. اتجوز الفنانة نادية سيف النصر رغم ان هي كانت اكبر منه بثلاث سنين، ونشأت ما بينهم قصة حب جميلة جدا، وفي سنة 1974 ماتت الفنانة نادية سيف النصر. الحكاية دي أثرت في يوسف فخر الدين جدا وأصيب بمرض الاكتئاب الشديد لدرجة إن هو ما قدرش يكمل حياته في مصر، فخد بعضه وسافر على اليونان، اشتغل هناك في الأول جرسون واشتغل موظف استقبال في أحد الفنادق واشتغل كمان بائع في الشوارع لحد ما بالصدفة جبل واحدة يونانية كانت صاحبة محل حبها واتجوزها، وبدأت تخرجه عن المود والحزن اللي كان عايش فيه، ومن هنا بدأ حياته من جديد وبقى من أهم رجال الأعمال في اليونان، وما جاش مصر نهائيا من بعدها إلا في سنة 1997 زيارة خطافي كده علشان يطمن على أخته مريم فخر الدين. عاش حياة صعبة جدا خصوصا لما هاجر من مصر وراح اليونان. تعالوا ما نتعرف أنا وإنتوا أهم الأفلام اللي قدمها الفنان يوسف فخر الدين. طبعا من أهم أفلامه المميزة واللي عرفناه بيها كان فيلم حماتي ملاك سنة 1959 مع الفنان إسماعيل ياسين والفنانة ماري منيب، وفيلم كم أنت حزين أيها الحب، وفيلم دائرة الشك، وفيلم الرغبة والثمن، وفيلم شقة وعروسة يا رب، ورحل عن عالمنا 27 ديسمبر سنة 2002 عن عمر 67 سنة. هو ده كان فيديو النهاردة وقصتنا وحكايتنا عن الفنان الجميل يوسف فخر الدين. طبعا في ناس كتير اتكلمت عنه وجلت فيديوهات عنه، ولكن في ناس جلت حكايات خيالية وكانت بتخترع من دماغها حكايات ما حصلتش بالفعل، قالت لا ده هو اتبهدل وعاش حياته فقير وانتهت حياته هو فقير، ولكن هو في بدايته لما مشي من مصر وبعد عن الأضواء والشهرة تماما عاش حياة صعبة في الأول، بس هو كان لسه برضو شباب، وبعد كده بقى من أهم رجال الأعمال في اليونان، وانتهت حياته وهو ميسور الحال وكانت حالته المادية فوق الممتاز. هي دي كانت قصتنا وحكايتنا عن الفنان يوسف فخر الدين. أتمنى لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم مني كل ما هو جديد، وأتمنى برضك إن أنا أقرأ آرائكم ومقترحاتكم في التعليقات وتقترحوا عليا أعمل لكم إيه الفيديوهات اللي جاية. أي واحد عنده قصة أو أي واحد عايز يعرف قصة فنان معين يكتب لي في التعليقات وأنا إن شاء الله هجيبها له. أشوف الشكوى على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.